صباح الخير عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. لاي واحد تشاهد هذا الفيديو كنتمنى انك تكون بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم المنتجات العنايه اللي كنستعمل باثمنه جد مناسبه. طبعا ستوري حطيته في انستغرام وبزاف ديال البنات قالوا لي وي نحط بحال هذا الفيديو. بزاف ديال البنات تيبغيو يشريوا هكايا دي برودوي يكونوا في متناول الجميع باثمنه بسيطه. يعني راكم عارفين البنات اللي تيقراو هذا يعني ما يمكنش ليهم انهم يشريو شي حاجه غاليه ولا يشريو شي حاجه وما عارفينش كي دايره ويضيعوا فيها. فلهذا اليوم جيتكم بعد لا فيديو نعطيكم هكا معلومات خفيفه عليهم وريحتهم اللي رائعه. نبدا لكم بمنتوج بمنتوج ونعطيكم فكره عليه والريحه ديالو واش تبقى في الجسم واش ما تبقاش. يعني كل برودوي غادي نقول لكم الريحه ديالو كي دايره واش زوين ولا خايب واش تستعملوه واش تشريوه. وطبعا اذوق يعني كل واحد والذوق ديالو ولكن انا نعطيكم يعني هكايا فكره تاخدوها باش تبقى عندكم واللي بغات تشري شي حاجه تكون خدات هكايا فكره. المهم البنات بالنسبه لاول برودوي اللي كنستعمل هو هاد باليا زوين ولكن خصكم تردوا البال هذا راه فيه الميتاسيون وفيه الاصلي. هذا الاصلي ديالو شتو لومبالاج ديالو كيفاش داير. بالنسبه لهذا فيه الريحه ديال الكوك والفاني ولكن هذا فيه ريحه ديال الكوك غالبه على الفاني. يعني اللي كيبغيو ريحه الكوك راه هذا زوين بزاف يعني ريحته واعره. انا عجبتني كتعجبني نسمه ديال الكوك والفاني كتعطي واحد الميلونج اللي راه زوين بزاف. هذا انا بعدا بالنسبه ليا عجبني. هذا الثمن ديالو كنت خديته ب 25 درهم. الثمن ديالو خديته ب 25 درهم خديت من عنده بزاف على وديت كنت لقيتهم اوريجينال وقليل فين تلقاو الحاجه هكا من تكون اصليه. هذا نحطوه على جنب. المهم هذا كما قلت لكم زوين في ريحه الكوك غالب بزاف على الفاني. هذا زوينه ريحته. عندي واحد اخر فحالو ها هو ديال هاد التوت هذا كما كتشوفوا فرامبواز مخلط بحال فيه الرمان فرامبواز. هذا ريحته واعره البنات. هذا راه باقي عامر عندي حيتاش كنت خديت بزاف منهم وراكم عارفين من تاخذوا الحاجه بزاف تتبقاو تستعملوا غير واحد كنقول تيسالي ليا واحد عاد نشري اخر. هذا راه تيدوزوا بزاف انا راه دوزوا ليا تقريبا عرفتوا راه شريتهم دابا شي 4 شهور وباقي عامرين ليا. هذا ريحته حتى هو واعره البنات حتى خطيره خطيره ريحته فنه. الريحه ديالو بحال واحد النكهه ديال الحلوه واعره بزاف ريحته فنه. هذا الغوزي ها هو الثمن ديالو 25 درهم كما قلت لكم اثمنه مناسبه ومازال تينقص الثمن. اللي بغات تشطر ما تشطر. انا جمعت كل شيء وخديت من عنده وقال لي راه نقص لك شي حاجه ما حسبتش معاه شحال نقص ليا. هذا عاوتاني هذا خديت منه جوج فحالو. كاين هذا عاوتاني حتى هو واعر 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 واعر. عرفتوا البنات هذا ريحته كتحمق عرفتي راه فريمون واحد الريحه كتعطي يا سلام بحال الريحه ديال دانون ديال الفخيز كتكون فيه واحد الريحه زوينه. مهم كراميل فخيز واحد الميلونج فيه واعر بزاف. انتما شفتوا باش مصاوب مكتوب هنايا كراميل. المهم كما قلت لكم عاطين واحد النكهه دايرين واحد الميلونج اللي راه زوين بزاف. هاد الكوليكسيون خديت منها حيت عجبتني وكترطب الجسم زوينه ملي كتغسلي بها ماشي كيطر الريحه كتبقى الريحه ديالو. داكشي علاش عجبوني وخديت منهم بزاف. هادو ما بالياس تقات ليا زوينه الريحه ما كطيرش تتبقى فريمون ريحته واعره انا عجبتني. ندوزو لهادو. هادو متا هما معروفين دابا راه كيتباوعو عند مالي الماكياج. انا كنت خديت هذا عند مول الماكياج راه تيدوز تبارك الله فيه 400 مليلتر راه تي راه ما شاء الله. هذه ريحه ديال العود. بالنسبه لهذا الريحه ديال العود ملي كندوش بهذا كنعطر مع هذا كندير
كندير الريحه ديال هذا مع هذا عرفتي، واللي كتحمق على ريحه العود فريمون هذا الميلونج بجوج واعرين، كتبقى فايحه فيك ريحه العود كانك مبخره بريحه العود، كتكون فيك واحد الريحه اللي زوينه بزاف يعني واعر. وهذا ما تيطرش حتى هو ريحته، هذا فن. هدايا تيدير وقيلا ب 25 درهم ولا مع 20 درهم ما قلتش، المهم يا اما 20 درهم يا اما 25 درهم، هذا حتى هو ثمنه رخيص بزاف. وهاد الريحه حتى هي هذه كنت شريتها دايره الاصليه ماشي الميتاسيون، هذه راه الاصليه مكتوبه هنايا ديال ان هاد الامارات، ومكتوبه لاطاف هنايا بالطابع ديالها، وهذه راه الاصليه. المهم هاد جوج هادو واعرين في الريحه ديالهم خطير. وعندي كذلك هذا بحال ديال الفاني، الفاني ريحته واعره البنات عتي كتحمق. الفاني ديال هذا ماشي بحال الريحه ديال الفاني ديال هذا، هذا حيت فيه الكوك مخلط معاه، ولكن هذا فيه غير الفاني بوحديته حتى هو عتو بحال شي بسكوي حلوه، ريحته حلوه كتخلي فيك واحد الريحه سكري. بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم ريحه سكري راه هذا كيخلي فيك واحد الريحه اللي زوينه، حتى هو الثمن ديالو والله ما عقلت البنات ما شريتهم هذه مده، يا اما 20 درهم يا اما 25، انتم شتو راه رخيص، راه هذا تاخدي منه غير واحد راه يدوز ليك. هادو ما زوينين، خديت معاه حتى هاد الريحه هادي كما كتشوفوا، هادي راه فلات ليا الاولى وزدت منها واحدة اخرى حيت فريمون ريحتها واعره واعره. هادي ديال الكوك ما بيهاش ما عجبتنيش بزاف حيت فيها ريحه الكوك اللي عاطيه بزاف، يعني ما فيهاش الميلونج ديال الفاني ولا شي حاجه، فيها غير الكوك بوحديتو، يعني جاتني الريحه مجهده بزاف. ما دام مابقيتش كنديرو تنديرو غير التعطير ديال المخدات ولا شي حاجه، ولكن هذا واعر 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 ديال هاد النوع ديال الفاكهه، زوينه ريحته عرفتي فن البنات. هذا ريحته بارده، اما هذا ديال الكوك فهو ريحته اللي مجهده بزاف، اللي تتبغي ديك ريحه الكوك انها تكون عاطيه بزاف. وندوزو الماجيك ان دي اير، هذه شويه زايده في الثمن البنات، هذه واعره. هذه كوليكسيون كتباع هكا مجموعه راه معروفه، هذه لا كوليكسيون ديالها جديده، خرجوا هذا لومبالاج جديد اللي فن فن ريحته بزاف. كتبوا غير ماجيك ان دي اير راه غيعطيكم فين كيتباع وشحال من حاجه. انا هذا كان جاني كادو واعر بزاف 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 بزاف، كنت خديت شحال هادي فحالو، ومن بعد ملي جاني كادو قلت الحمد لله انه جاني كادو. هذا شويه الثمن ديالو طالع. في هدايا جيل ديال اللحم ريحته واعره واعره، عرفتي واحد الريحه فيه اش غادي نقول لكم، هانتوما نقول لكم باش مصاوب بزهره اللوز وصوص بيضاء فانيليا مخفوقه فيتامين او تركيبه لطيفه غير جافه رغوه، المهم كيدير رغوه في الفاني، مهم نون سيشونت نو اسيشونت، ما كيخليش الجسم ينشف، كيخلي هذا واحد الرطوبه في الجسم اللي كتكون زوينه، كيخلي الجسم ديالك رطب عرفتي، راه واعر هذا واحد في واحد الريحه اللي بحال ريحه الطاقه ايجابيه صراحه. هذا فن البنات بزاف، انا حمقني هذا، هذا واعر حتى هو. نقول لكم عاوتاني كاين هذا، هذا البريونس ديالو كيدار في اللحم، نوريكم كيفاش تيجي شوفوا. وهاد البريونس فيها حتى هي ريحه واعره، شفتوا كي كتبقى اللحم تتبري، تخيلوا معايا البنات هدايا دوشي وديري بحال هكايا حتى تيجي واعر. هذا الكريم ديال اللحم حتى هو زوين، حتى هو فيه الخلطه فحالو، شوفوا شحال من خلطه فيه، كيبقى مده 24 ساعه في اللحم. هذا ما كنحتاج انني ندير معاه لا ريحه لا والو، هذا فيه باك كامل كيجي واعر. وهذه الريحه ديالو انتم شفتوا الريحه ديالو، هذه راه كنستهلكها بزاف، حتى هي زوينه معطر رائع. شفتوا البنات باش مصاوب فانيليا هانت مع هذا العطر المليء بالعجائب، عرفتوا مي كديروا واحد الريحه اللي ما كرهتش كون كان كيطرش كون رشيت ليكم تشموا معايا، ولكن فريمون في واحد الريحه اللي فظيعه واعره واعره.
هادو هما لي كوليكسيون ديالي اللي كندوش بهم زوينين وهادو ما بالنسبه لهادو في متناول الجميع، اما هادو فملي سالوني ما شريتهمش حتى جاوني كادو واعري بزاف بزاف. المهم انا شاركت معكم هكايا فيديو خفيف ظريف دغيا المنتجات اللي كندير للجسم ديالي، يعني شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه. وحتى اللي عنده صابونه دوفرا زوينه، حتى هذيك اللحام كتخلي واحد ريحه زوينه، حتى لا مارك ديال دوف زوينه، يعني كاينين بزاف د الحوايج. المهم انا هذه لا كوليكسيون اللي كندير اللي عجبتني بالنسبه ليا انا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا تعليق زوين واشتراك وتضغطوا على اعجاب، وشكرا لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.